سلوان الملطلط يقول لطيف كان في مصر، والله يوم ما توني سمعت منك. المهم فدفعوا له شركات على مود يمثل فيلم شقلباني. تتعرفون احنا الامور الدرنافيسيه في هذه القناه كلها يعني لازم تفهموها، لغه القناه لازم تفهموها. فيقول دافعي له فلوس مسوي فيلم شقلباني حبيبي، فمسوي لطيف فيلم شقلباني ودافعي له فلوس. يعني أنا قلت لها الانتظار، انتظار مرتك أم ليث. لما جت عندي المصر وسوينا شقلبان زين، هي برضاتها مو يعني مو بالقوة زين، برضاتها ودعتك سليمان سلوان ددحج. دحكي لك القصة حتى مرة ثانية من تطلع تسردها، تسردها حرفيا وبالوقائع مثل قناة النقانق بالحدائق. يعني لازم الشغلات الدرنفيسية تصوبها في المثلث مال انتظار. فيا حبيبي يا سلوان، من جت انتظار يمي وسوينا تشقلبان، هي طلبت تسجل. ليش؟ لأن كانت معجبة بالأمور الدرنفيسية، تقول حتى دائما أتذكرك. وإذا تفحص 2 أو 3 من ولادك والدي ان اي راح تشوف أبوهم الأصلي العبد الفقير اللي قاعد قدامك. أنا ما أحكي، اسأل انتظار زين، أنت وقف ولدك وشوف من يدحج عليهم، شوف منو اللي يشبهني وانت قرر. انا ما داجي في شيء من جيبي، انت حكيت. ولو هذا كان سر بيني وبين انتظار، بس للاسف اتصور انتظار خرفت وقلت لك هذا السر، او يجوز في العمليه، تعرف بالعمليه من واحد ياخذ بنج يتكلم بامور يعني ما واعي بيها، فيجوز هي بالبنج كانت تصيح لطيف وما تصيح يا ابو فاضل، لان يعني هي شو اسمه درنفيسيه، ف لا تصيح لطيف وانت تقول له منو لطيف وما اعرف شنو، كان يقول له اوه حبيبي كذا وشغلات درنفيسيه يعني كلش بحراره يعني. فالمهم انت فضحت نفسك بنفسك، انا ما حكيت، انت تقول تحكي على اعراب، ويقول هذا بس مجرد تسقيط إلي على أساس في الشخصية. أنت ما يحتاج تسقيط لك سلوان الملطلط، هو أنت ساقط يعني، أنت ساقط يعني من البداية من الله خلقك. فأسقطك على شنو؟ يعني أكو واحد يسقط له ساقط؟ فما ترهم. فأني من قلت لها الانتظار هذا الفيلم مسحي من شو اسمه، لأن اللي يوقع بيد أبو ليث وبعدين يشوف البلبول غير البلبول اللي هو عنده ينقهر. تعرفون الغيرة بين البلابول في مناطق معينة في الحياة تسوي حرب، والحرب احنا ما نحتاجها. وشوفي يا انتظار بسببك هذا ابو الدشداشة البيضة طلع اللي مطهر رجلك زين، وشفتي قام يخرط. ليش يعني؟ شوفي انت انكشفتي وانت يعني وضعيتش خربت. انتظار يعني كل هذا الشقلبان اللي سويتيه والامور الدرنفيسيه وياي، قلت لك احنا بمصر، ما هو يقول احنا كنا بمصر، اي صح. ف هذول من يريدون صدق صعدون، يعني احنا ما نصعد هنا أنا بالتيك توك لان حرام. يعني انا من واحد يقول لي اذا اصعد وياك بالي اروح بغير مكان، انا بس اصعد انتظار وجنان أم الوردي اللي ويا سليمان وأسماء التهابات اللي بأمريكا وآلاء بنت الدكتور. فالمهم احنا كموالين وما نحكي بالأعراض، يعني ما تدخلنا بالأعراض، انت دخلتها، انت فضحت انتظار، وانت قلت لطيف مصور فيديو، وانا ما اريد احكي بهذه الأمور
لأن أول شيء شغلات الدرنفيسية فيا انتظار. شفتي شلون سويتي خراب عشيش؟ زين أنت يا انتظار من قلت لك أنا بوقتها تعالي وحدك قلتي لي أنا عندي مفاجأة وياك. يا زين وياي شنو المفاجأة؟ قلتي لي من أوصل مصر أقول لك. وتعرفون أنا بمصر هم عندي شقة يعني كربان مثل هذا اللي هسه أنا قاعد بي. قلت لها يابا المكان ما، قالت لي أكو واحدة وياي لازم أجيبها. يا زين جيبيها أهلا وسهلا. تعرفون إحنا كرات نضيف. دقت الباب، فتحت الباب يابا قلت أهلا حبيبتي ما أدري شنو باستني سوت موطم بعدها بالباب ماكو يابا معودة دوك في عيبك وناس وياك. يابا هاي من يا وياك؟ قالت آلاء. يابا آلاء منو؟ قالت بنت الخليل. يا خليل، خليل سرنجة. قلت لي يا هلا يا مرحبا تفضلي أهلا وسهلا ما أعرف شنو. فدخلنا انتظار يعني ما ايش اسمه من الباب استلمتني موطأ. يا معودة تقعدي عيب قدام البنية ما يصير. زين وهذه بعدها صغيرة ماكو ماكو حلفت حلفت إيمانات ماكو ما أبد نهائيا. يا باب كيف سوي موطأ سوي آيس كريم كيفش بس بالكم ما يروح بعيد ترى الموطأ العراقية موجودة. أم ليث انتظار قالت لا لازم تجي وياي للغرفة هسه. قالت لي ما أقدر يعني جاي هيك فدنا محترقة. فاحنا دخلنا للغرفة زين هي لقيتها ربي كما خلقتني استحيت أنا تعرفوني استحي يعني بهاي الشغلات استحرم. أشوف أنا دار أشوف آلاء هم نازعة يا معودات دخيل الله عيب أنا رجال كبير بالعمر يعني يعني ما أقدر يعني أحطكم اثنين خبط. والله توكلت على عباس زين قلت يلا نطبق اثنين اثنين ويعني الكرامات تجي. فسحت يا أبو فاضل أغثنا يا باسم الكهربائي يا حفيد الحسين أغثنا. والله الدرنفيس اشتغل ويعني سوينا هاي الشغلات يعني التقلبانية. انتظار تقول لا انت طيت آلاء اكثر مني. يا معودة دقعدي خاطر النبي زين يا معودة انا رجال شايف شوفي لحيتي بيضة. قالت لي صح مثلا لحيتك بيضة بس رجلك الثالثة اخت الكذب. يا معودة يا رجلي الثالثة ابد ماكو نهائيا. فهذا الفيديو تسجل وهي في غيبوبة. بقت انتظار وآلاء وياي ومتونسين. المهم زين هذه آلاء بعدها كانت تصير مهر ها شلون يغطوها. المهم راحت انتظار لزمت سلوان قالت له لازم نزوج ليث وكذا ما أعرف شنو هالكلاوات. اي فلقيت له وحدة وأبوها معروف. يابا منو أبوه؟ أي شو اسمه الدكتور خليل سرنجة. راحة وحكة وما أعرف شنو يعني رغم الخلافات الدرنفيسية بيناتهم. المهم تزوج بس هي كانت حامل يعني للأسف يعني ابني وقع هو عباله هو يعني الولد من عنده بس هو يعني ابني. فقالت آني يعني الآلاء خابرت قالت حبيبي أنا ما أقدر شو اسمه أخلي هذا ابني وكذا. فقمزت قمزت وضربت شلاليق ضربت دقلات وقع شو اسمه. فمن وقع زين قالت أني ما أريد أعيش ويا ذول الهمج بيت سلوان الملطلط قاعد عبالك بالثورة ولا يخلونا نحكي وبالتليفون ويراقبوني وأنا مدى أخذ حريتي وياك من أنزع أو شغلات تسوي كذا. فأطيتها فسوة مباركة تعرفوني يعني مرجع. قلت لها روحي شيلي شوالاتك وقلبي روحي يام خليل سرنجة أبوك وجبريهم ياخذولك بيت بالأردن حتى باكر عقبه إن شاء الله من أخذ الجواز تقولي لي للي وثي ارجع لأبوك
حتى احنا ناخذ راحتنا بكيفنا يعني، ناس احنا طبابين خير. فالمهم راجعت الاهلها وطنقرت قالت ما ارجع بعد التركية. قام سلوان الملطلط اللي خطية جهالة يشتغلون عمالة وما عندهم فلوس، ويخابر قحطان عدنان يقول له احنا حتى فلوس عشا ما عندنا. فهذا المسكين اللي حتى عشا ما عنده قام اشترى شقة الآلة حبي بنت الخليل سرنجة 250,000 دينار أردني. فخابرتني آلة قالت غصبا عليهم اشترى، قلت لي عافية هذا خليها شقة حتى إن شاء الله من أخذ جواز أجي أزورك، لأن أنت سويت الأعمال الدرنافيسية اللي بمصر طعمها بحلقي ليس طعمها يعني شلون أنا من أكل الحلاوة الدهنية مالت النجف يبقى الطعم بالحلق، لا تروحن بغير مكان. يعني أنا أعرف نيتكم صافية، وخاصة وزير أوقاف والشؤون الدينية مالت القناط. فالمهم في هذه الفترة سلوان طلع ويصيح تسجيلات مسربة طلعت بصوته يقول لا هذا مو صوتي، أني هذا أبد مو صوتي، هذا صوت أخويا عبد، لأن احنا أصواتنا يعني متشابهة. هي على أساس أنت ميادة علاوي صوتك واحد ينتحل صفتك على أساس أنت فقاعد قواديك الصفحة زين. إيه المهم فيقول لا هذا مو صوتي، لك يابا هذا صوت، لا مو صوتي. وطلع ليحكي على أخونا أبو دلف ويقول هذا كذاب وهذا ما أعرف شنو. فخليل سرنجة هو طبعا رأس الحية، هم اثنين هذول المحامين سليمان جدرية وسلوان شو اسمه خليل الدرنافيسي أبو سرنجة، هذول شو يسوون يبحوشون. فراحوا جابوا لهم واحد عفطي كان مفوض بالأمن بوقتها بأيام النظام السابق أيام الرئيس صدام حسين، وكان بعدين تحول صار ويا منظمة بدر، وبعدين ما أعرف شنو استغلوه لأن هذا كان يعرف الضباط مات الشرطة. فمنظمة بدر عينوه يختال دول الشرطة، فراحوا جابوه على مود يحشون على أبو دلف، وقاموا يخرطون وبصمات وما بصمات. وهذه إن شاء الله نسوي له حلقة ويصعد أبو دلف ونعرض صوره. فهو يعني أنا شفت شكله ما شاء الله براءة الأطفال بوجهه، يعني هذا إذا ما عالس فدمية أنا كل شيء ما أفتهم. وهسه بعد ما انطرد من قواد بدر أو غدر هسه يشتغل للمخابرات الأردنية. أنا طباب خير يعني، هو طلع من يعني أنت محامي الرئيس صدام حسين خليل سرنجة ددحج أبو آلاء الولائي أو القصد الدليمي، لأنتو يعني شغلة الأبو آلاء يعني واحد أبو آلاء ولائي وأنت أبو آلاء الدرنافيسي الدليمي زين. هذا قوات بدر وانت تقول محامي الرئيس ومحامي المعرف شنو زين، شلون تجيب لك واحد من قوات غدر وتعلمه شلون وتقدمه للمخابرات الأردنية حتى يصير عميل وياك؟ ترى شي ما يشبه شي. خليل سرنجة أنا عندي شغلات عليك إن شاء الله قريبا مسوي لك ملف ها كبرى، يعني راح أدحسه أنت تدحج لو شالوك على المستشفى هسه راح نعرف من آلاء آلاء إذا آلاء انتظار لا تنتظر، بس آلاء أنت الأولوية لأن حسب الروايات اللي قالوها قالوا أبو عمر يدور كتاكيت، يلا ندور كتاكيت وهالشغلات، فأنت ما طول كتكوتة فأنت إليش الأولوية بالاتصال. انتظار انتظري. لا شنو تقولي ها فضحتنا أنا شنو شغلة؟ أنت قلت ليش مسح الفيديو يا حبيبتي انتظار زين، قلت ليش مسح الفيديو لحد ما لزم سلوان وقام يسوي هاي القصص ما أخذ كان المصير وكانت
سكتة، المهم ما يخالف، انتظار انتظري. فالمهم هي والله يقولون عليه، يقولون لطيف يدور كتاكيت. فأنا اختاريت هذه الكتكوتة آلاء، أولا حتى يقولون يعني أنا أفتخر بنفسي بأنه سويت جقلبان وهي بنت محامي الرئيس بعد. تعرفون هذا شلون مفخرة؟ أنت من تجي شيل در نفيسك وتشبحة بنت محامي الرئيس، يعني هذا مو إنجاز، هذا مو إنجاز، يعني لازم يسجل وينكتب ماء الذهب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.